بمجرد عبورنا هذه البوابة يعود فينا الزمن 1200 عام. فاس القديمة تصنف كأقدم بلدة قديمة في العالم ولا تزال عاملة إلى اليوم، فيها 12,000 زقاق و20,000 داء. بنت التاريخ، ملهمة العمران، محج العلماء. السلام عليكم الإخوة الأخوات، من تكون بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد. إذا كنتي أول مرة كتشاهدنا، ضغط على زر اشتراك باش تتابع الجديد ديالنا. عجبك الفيديو خلي إعجاب وخلي تعليق ودير فيه الملاحظات ديالك. تفرجوا في الفيديو تالآخر. بمجرد عبورنا هذه البوابة يعود فينا الزمن 1200 عام. فاس القديمة تصنف كأقدم بلدة قديمة في العالم ولا تزال عاملة إلى اليوم، فيها 12,000 زقاق و20,000 داء. بنت التاريخ، ملهمة العمران، محج العلماء. واحدة من حواضر العلم في المغرب، المدرسة البوعينينية نسبة إلى السلطان أبي عنان المريني. هذا السلطان اللي كان من جلسائه ابن خلدون وابن بطوطة بنى هذه المدرسة اللي هي أشبه بجامعة. في الأسفل فصول دراسية، في الأعلى مخادع اللي هي غرف للطلبة، وفي المنتصف المسجد. بأخذ بكم لمحة تاريخية عن مدينة فاس. هذه قبور المرينيين، حتى قبورهم مطلة على المدينة، ومبنية المدينة على تلة سايس. هنا عدوة القرويين وهنا الأندلسيين، يفصل بينهم نهر وادي الجواهر، وهناك أول جامعة بنيت في العالم. المدينة دي اللي أسسها الأدارسة، والأدارسة من آل البيت فروا بعد موقعة فخ مع العباسيين وجاءوا إلى المغرب واحتضنوهم المغاربة. ابن إدريس الأول هو اللي أسس مدينة فاس، وإلى اليوم موجود فيها قبره، وهذه أسوار فاس العتيقة. تخيل يا أبو مالك، لم تنقطع الصلاة في هذا الجامع من 1200 عام. إيش قصته؟ فاطمة الفهرية وأختها مريم حفيدتا عقبة بن نافع ورثوا عن أبوهم أموال طائلة، فهاجروا من تونس إلى فاس. فاطمة بنت هذا الجامع، جامع القرويين، واستمر بناؤه 18 عام، حتى أن ابن خلدون يقول وكأنها ألهمت ونبهت عزائم الحكام بعد ذلك. يعني صاروا يتسابقون في بناء دور العلم والمساجد. أختها مريم بنت جامع الأندلسيين المقابل له، وما انقطعت فيه الصلاة أيضا من 1200 عام. أي توفيق هذا؟ صاحب هذا القبر كلكم تعرفونه، له قصة مأساوية في التاريخ. كم من أغنى ملوك الأرض والأكثر رفاهية وانتهى به الحال مقبورا في تلة مقابل فاس. أبي عبد الله الصغير، آخر حكام غرناطة في الأندلس. هذا المكان الجميل في فاس عمره مئات السنين، مدرسة العطارين. من داخل غرف الطلبة في مدرسة العطارين، كل طالب يملك له غرفة خاصة فيه. وشوف العجب، هنا موجود صندوق بريد للطالب، يعني إذا فيه واجب الطالب يحطه يجي المسؤول يأخذه من هنا. تعال تفضل داخل الغرفة، هنا غرفة الطالب، وهنا يقدر يستلم بريده واجباته أعماله ويقفلها. وهنا واحدة من أهم المكتبات في العالم الإسلامي، مكتبة جامع القرويين، كانت تضم 30,000 مجلد مخطوط باليد قبل اختراع الطباعة. هي مهولة من الأزقة. لا بغضيع، تدخل مع زقاق تطلع مع ناحية أخرى. طبعا لبس أبو مالك للشنطة هو اللبس الصحيح في الأماكن المزدحمة. حرس ولا تخون. وين رايح أبو مالك؟ يا ولد بغضيع المتين ما يقدر يمشي مع هذا الزقاق. خلاص حنطلع مع ناحية أخرى. إيوة على... طب أنت عارف وين رايح؟ ما أدري. إذا ذكر السجاد الإيراني الفاخر تذكر الزربية المغربية الفاسية. يا سلام عليك، هذه شحال من ثمن سعرها؟ 22,000 درهم، يعني حوالي 7-8,000 ريال، شغل يد كاملة. بأخذ بكم لمحة تاريخية عن مدينة فاس. هذه قبور المرينيين، حتى قبورهم مطلة على المدينة، ومبنية المدينة على تلة سايس. هنا عدوة القرويين وهنا الأندلسيين، يفصل بينهم نهر وادي الجواهر، وهناك أول جامعة بنيت في العالم. المدينة دي اللي أسسها الأدارسة، والأدارسة من آل البيت فروا بعد موقعة فخ مع العباسيين وجاءوا إلى المغرب واحتضنوهم المغاربة. ابن إدريس الأول هو اللي أسس مدينة فاس، وإلى اليوم موجود فيها قبره، وهذه أسوار فاس العتيقة. بمجرد عبورنا هذه البوابة يعود فينا الزمن 1200 عام. فاس القديمة تصنف كأقدم بلدة قديمة في العالم ولا تزال عاملة إلى اليوم، فيها 12,000 زقاق و20,000 داء. بنت التاريخ، ملهمة العمران، محج العلماء.
مراحل الديكور المغربي، الزليج، الجبس، المزخرفات الخشبية، وهذا واحد من أندر الأبواب في المغرب. شوف الدقة، شوف العمق، كل هذا باليد. جامعة القرويين، أول جامعة في العالم بمفهومها الحديث، بمعنى أنها كانت تمنح الطلبة شهادات تخرج، درس فيها العديد من العلماء أمثال ابن خلدون صاحب العبر مؤسس علم الاجتماع، وأشهر أطباء الأندلس موسى بن ميمون والفيلسوف ابن رشد، وأيضا أشهر الجغرافيين الإدريسي وسلفستر باب الفاتيكان، واللي ينسب إليه نقل الأرقام من العربية إلى الإنجليزية. أسست هذا الجامع والجامعة فاطمة الفهرية حفيدة عقبة بن نافع. فاس بلد العجائب، وهنا أقدم مدبغة في العالم عمرها حوالي 1200 عام، ولا تزال تعمل إلى اليوم بنفس الطريقة التقليدية. هذه أحواض الجير اللي يفصل فيها الجلد عن الصوف، وهذه أحواض الصباغة اللي يحط فيها الألوان تستمر 7 أيام حتى تكسب ألوانها، وهنا ينشفوها. هذه النتيجة النهائية، هذه يسمونها البفة، كرسي من الجلد والحقائب وجميع المشغولات الجلدية. واحدة من أجمل الساحات في فاس القديمة، ساحة النجارين. شوف الفن، شوف الإبداع، سبيل الماء، المحلات محيطة بالساحة. فاس مصنع المغرب. هذا المكان الجميل في فاس عمره مئات السنين، مدرسة العطارين. من داخل غرف الطلبة في مدرسة العطارين، كل طالب يمالك له غرفة خاصة فيه. وشوف العجب هنا، هنا موجود صندوق بريد للطالب، يعني إذا فيه واجب الطالب يحطه يجي المسؤول يأخذه من هنا. تعال تفضل داخل الغرفة، هنا غرفة الطالب، وهنا يقدر يستلم بريده واجباته أعماله ويقفلها. هذه المنحوتات شواهد على القبور. عبد الواحد المراكشي صاحب كتاب المعجب في تلخيص أخبار المغرب زار فاس في القرن السادس الهجري ووصفها، يقول فاس حاضرة المغرب وموضع العلم فيه، فيها اجتمع علم القيروان وقرطبة. جمال الأزقة في فاس، المساجد في كل مكان، وهنا الماء، سبيل الماء. طبعا هذا شغال له أكثر من 800 سنة، كيف؟ وهنا واحدة من أهم المكتبات في العالم الإسلامي، مكتبة جامع القرويين، كانت تضم 30,000 مجلد مخطوط باليد قبل اختراع الطباعة. هذا يسمونه في المغرب القراب، نسبة إلى القربة، نسميه في المدينة السقة. إلى قبل 30-35 سنة موجود في المدينة عند المسجد النبوي. كيف الموية؟ ديرة. شوفوا جمال الحوائط في فاس، اليوم جميلة، كيف قبل مئات السنين؟ هنا التاريخ يعود فيك 1000 عام. هذا سوق الصفارين، النحاسين، الأواني التقليدية، زنقة الصباغين في فاس. أنت تعيش في التاريخ، هذه الصباغة التقليدية من آلاف السنين. من أجمل الأشياء صوت القرآن ما ينقطع في فاس، تسمعه في المحلات في كل مكان. شوف يقرأ القرآن، أسأل الله الكريم أن يغفر له.